يفوز بأسوأ فنان على مستوى 2017؟ لا عارفين السؤال ده معلش. أسوأ فنان في كتير. محمد رمضان. محمد رمضان. محمد رمضان. الممثل محمد رمضان. بالنسبة لي ممكن محمد رمضان. أسوأ ممثل محمد رمضان. إيه رفاعي؟ ابنك بيبلغ عني. فمش طريق كلام برضه يا معلم رفاعي. بس يا بابا. بتبلغ عني أنا عصام؟ فمش بالصوت برضه ولا إيه؟ ده أنت معلم يا دوب بتتكلم وأنا واقف. ده أنت تمسك الشيشة بقى. أسوأ هو دمه تقيل شوية بيومي فؤاد يعني. تعال 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 ما تخافش. إيه يا ولاد؟ ما أنتوا موجودين أهو. تخش الباب على طول ليه؟ أنا بقالي ساعة بخبط. أحمد السقا. أحمد السقا. أنا؟ أمال جوزك الراجل المحترم راح فين؟ زهقت منه؟ ولا يكونش هو اللي زهق منك؟ مصطفى شعبي. حبيبي. هموت يا عمر مش قادرة تعبانة قوي. وحليتش الموتة اللي هنا ما تتنيدي تموت في حتة تانية. موت في حتة تانية ازاي يعني؟ عمر. عمر. حمادة هلال. في ايه يعني؟ في ايه يلا فصلتني يخرب بيتك؟ الحمد لله يا عطار انا بحسبك موت الكليكليني. الكليكليني. مجد المصري. الو. اهلا 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 اهلا. انت لسه عايشة بيت ولا ايه؟ هو يعني مش أسوأ بس هو اللي ما عملش الجمهور متوقع منه هو أحمد حلمي. يعني الفترة الأخيرة الأفلام بتاعته مش زي الأول، ابتدى يهبط بالمستوى شوية. أبا نواف إجي؟ إجي؟ آه. نواف مين؟ جاي من دبي. آه أنت مستنية حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طيارة دبي وصلت خلاص. إجي يعني أبا نواف؟ معرفش والله إجي ولا ما جاش. هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ آه هيخرج من هنا. أسوأ فنانة يا وفاء عامر. بتعيط ليه يا ماما؟ بتعيط لي ماما فين؟ الله يرحمه. اكيد اكون سمال خشاب. فيفا عبده طبعا. يا ابن اللذينة انا مفروسه قوي يا دواهي هتجنن. ده انا اللي هتفرس الودي ودي عايزه نط بمصارين بطنه اكلها بسنين. سوسن ده اللي قتل ابنكم هو هو اللي قتل ابن ابني. الهام شاهين. وحشتيني يا حبيبتي قوي. انا ليه حاسه اني مش وحشاكي؟ زي ما يكون كده حضني بيشوكك وانا بحضنك. انتصار الله يا رب يصلح لها امورها. بس انا من زمان عايزه ابقى معاكي وانتي معايا عشان بالمره اربيكي لاني طول عمري حاسه ان ما حدش كان عنده وقت يربيكي. صافي نار اللي هي الرقاصه دي اسوء حاجه. الدكتور حاتم كانت بيوجه دماغي كل شويه حزه 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 زي ما بيوجه دماغنا بالاغاني بتاعته اللي بتحب. اسوء فنانة مي كساب. يا الله اللي هنا يا جميله يا عم مخلوف. اهلا 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 يا استاذ. استاذه ايه بقى انتوا خليتوا فيها استاذه؟ ده انتوا لا رنه ولا اتصلوا منفضين لي على الاخر. غاد عبد الرازق مثلا. اه غاد عبد الرازق. غاد عبد الرازق برضو. اسوء ممثله غاد عبد الرازق. غاد عبد الرازق. بص يا مستر مراد، سلمى اللي قاعده قدامك دلوقتي مش هي سلمى اللي اشتغلت في الشركه هنا من ساعه ما كانت مضيفه صغيره قوي لحد ما ربنا كرمها وبقت كابتن الكرو بتاع الطياره.